لا طبعا لعيب موهوب، ويمكن كانت لما كان في الشباب تخيل نسق يعني اللاعب هذا يعني، فراح الفيصلي بيتزي اختاره تذكر في كاس اسيا اللي فاتت والمباراه اللي قبلها، بدا يلعب اساسي مع بيتزي، حتى الناس كلها تفاجئوا كيف هذا بيلعب اساسي في المنتخب. وقتها طبعا بدا يظهر وبدا يبرز في الفيصلي، وطبعا لا اعرف الاتحاد دفع فيه مبلغ كبير للفيصلي. بحقيقة فعلا اللاعب، شوف انت ذكرت نقطة جدا مهمة، اللاعب تشركه بخجل على طول، يعني بمعنى 5 دقائق ربع ساعة ما تشعره بالثقة، مستحيل حيستمر كلاعب. ايضا في مشكلة عند اللاعب، اللاعب مو بس كورة ينزل يلعب كورة، اللاعب شخصية. في لاعبين يفقدوا الشخصية، عنده مهارات عنده موهبة لكن يفقد الشخصية. كيف الشخصية؟ لما ينزل الملعب يعني علاوة على المهارة عنده شخصية في الملعب، يعني بمعنى كيف يمسك الكورة، كيف يهدي اللعب، كيف ما يفقد الكورة بسهولة. هذه يفتقدها عبد العزيز البيشي. إن شاء الله مع الوقت أتمنى بالاتحاد، أتفق مع أخوي عيد، يعني حقيقة يمكن اللاعب الأول يكون أساسي في الاتحاد في ظل المشاكل الأجانب في الاتحاد، يعني حتى في الاتحاد، والاتحاد بمشاكله هذه وبنتائجه اللي مش كويسة لا يشرك بصفة أساسية. أتفق معاك تماما، اللاعب لو شارك بصفة أساسية وفترات طويلة حيكون من اللاعبين المهمين في المنتخب السعودي.